منطقة. وأوضحت الصحيفة أن الحساب بين إسرائيل وحزب الله أصبح مكشوفا ومعلنا، وسيحظى حزب الله بمشروعية مزدوجة. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي في حالة التأهب على امتداد الحدود الشمالية مع لبنان، وأضافت أنه عزز قواته العسكرية في المستوطنات. الإذاعة الإسرائيلية ذكرت أن الجيش الإسرائيلي طلب من المستوطنين عدم الاقتراب من السياج الحدودي مع لبنان. الإجراءات الإسرائيلية جاءت تحسبا لاحتمال رد حزب الله على الغارة الجوية التي استهدفت موقعا له في البقاع اللبناني. الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على امتداد الحدود الشمالية مع لبنان، عزز قوته العسكرية في المستوطنات وطلب من مستوطنيها عدم الاقتراب من السياج الحدودي. هذه الإجراءات جاءت تحسبا لاحتمال رد حزب الله على الغارة الجوية التي استهدفت موقعا له في البقاع اللبناني، بحسب ما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية. القناة العاشرة عرضت صورة جوية قالت إنها للموقع التابع لحزب الله الذي استهدفته الغارة. الروايات الإسرائيلية تزعم وقوع غارتين استهدفت الأولى موقعا لوجستيا في سوريا مشتركا بين حزب الله والقوات السورية، فيما استهدفت الغارة الثانية بحسب إسرائيل شاحنة كانت تنقل أسلحة استراتيجية للحزب بالقرب من منطقة جنتا في البقاع اللبناني. الغارة دوى صداها في أمريكا. وزير خارجيتها أكد علم بلاده بنقل سلاح من سوريا إلى حزب الله، ورأى كيري أن هذا السلاح يمثل تهديدا لأمن إسرائيل. الغارة الخاطفة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي لم تنجلي بعد كامل فصولها، لكن الحزب وضع حدا وأشار إلى عدوان إسرائيلي لم يسفر عن وقوع شهداء ولا جرحى، واقتصرت أضراره على الماديات. العدوان لن يبقى بلا رد. المقاومة وحدها ستختار الزمان والمكان المناسبين والوسيلة الفضلة، هكذا يقول بيان الحزب. وهذا يعني أن حسابه المفتوح مع تل أبيب ربما قد فاض كأسه. ما توعد به حزب الله من رد قد لا يكون في توجيه ضربة مقابل ضربة، فمثل هذه الردود تسعى عادة إلى تحسين شروط تسوية سياسية، لكن معركة المقاومة مع إسرائيل هي الرد على الحرب. قاسم عز الدين والتفاصيل. في مؤتمره الصحفي مع أنجيلا ميركل قال بنيامين نتنياهو في إشارته إلى العدوان: لن نقول ماذا نفعل أو لا نفعل، لكن بيان حزب الله توعد بالرد على العدوان بالوسيلة المناسبة. تخمينات الأجهزة الأمنية ذهبت بحسب صحيفة هارتس إلى أن الرد سيكون بتنفيذ عمليات انتقامية ضد كبار قادتها، لكن مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية أشار إلى أن حزب الله غير استراتيجية الردع بعد الأزمة السورية نحو استراتيجية ميدان مفتوح وحرب مباشرة مع إسرائيل حال مشاركتها في الحرب. في هذا الصدد ألمح الأمين العام لحزب الله إلى استعداد المقاومة لدعم قوى شعبية تسعى إلى تحرير الجولان المحتل. وفي مؤتمر هرتزيليا الأخير المختص بدراسة تهديد أمن إسرائيل، توقع رئيس الأركان بني غانتس أن يخترق حزب الله المدن الإسرائيلية على جبهات عدة منها جبهة الجولان. المقاومة لا تصرح بخططها واستراتيجيتها، لكنها تؤكد جهوزيتها إذا فرضت إسرائيل الحرب، وهي لا تستبعد دخول إسرائيل المباشر في الحرب داخل سوريا. فالمعركة التي تحضر لها الدول الغربية على الجبهة الجنوبية باتجاه دمشق من المرجح أن تشترك فيها طائرات إسرائيلية من دون طيار ومجموعات كوماندوس، كما يرشح عن المداولات على الحدود الأردنية. في هذا السياق تقوم إسرائيل بمناورات على الجبهة مع لبنان بعد وقت قصير من انتهاء المناورات الأطلسية على الحدود الأردنية، لكنها استعدادات لحرب الأمس كما يقول وزير الشؤون الاستراتيجية دان ميريدور، بينما يستعد حزب الله لحرب اليوم والغد على ما يقول. أثناء هذا الاستعداد قد لا يتوقف الحزب عند معارك بين حربين.